مرحبا. طبقنا اليوم من إيطاليا وما عندي شك إنه كلكن رح تحبوا اللازانيا بالبولونيز، ورح نضيف لها الباذنجان. سوا رح نحضرها لخمس أشخاص بطريقة كتير صحية مع الأكتيف فراي من تيفال، وحعرفكن بخطوات على كل أسرار نجاحها. لنحضر صلصة البولونيز، أول شي بدنا نقلي بصلة مفرومة بقلب الأكتيف فراي لمدة خمس دقايق. منضيف البصلة بوعاء أكتيف فراي ومنسكب فوقها معلقة أكتيف فراي من زيت الزيتون ومنعيرها لمدة خمس دقايق. ومنرجع منضيف 500 جرام من اللحم المفرومة، مننكه بالملح حسب الرغبة، وبهار أسود حسب الرغبة، ومنرجع منعيرها لمدة خمس دقايق. منضيف 100 ملي من المي فوق اللحمة ومنرجع منطبخها لمدة 10 دقايق ومنحركها من وقت إلى آخر. وهلا منضيف 400 جرام من الطماطم المهروسة. ومنعيرها لمدة 12 دقيقة. وهلا منضيف فوقها كوب من صلصة الطماطم ومنعيرها لمدة خمس دقايق. نسكب الصلصة بوعاء ومنتركها على جنب. وهلا بوعاء اكتيف فراي بدنا نضيف باذنجانتين مقشرين ومقطعين لمكعبات. ومنضيف 150 ملي من المي ومعلقة اكتيف فراي من زيت الزيتون. ومنعيّر لمدة 20 دقيقة. وهيك منكون حصلنا على باذنجان مقلي صحي. وهلأ بدنا نضيف 6 حبات من الفطر المقطع إلى شرائح مية جرام من الاسبانغ المفروم وورقتين ريحان ومنحطهم لمدة 10 دقايق. منصف نص كمية الخضرة بكعر صينية الفرن ومنسكب فوقهم 130 ملي من كريمة قليلة الدسم. ومنصف 4 أوراق من اللازانيا فوقها.
ومنسكب فوقها نص كمية صلصة البولونيز. منرجع منحط 130 ملي من الكريمة القليلة الدسم، ومنرجع منحط 4 أوراق من معكرونة اللازانيا. ومنعيد الكرة. منضيف بقية كمية الخضرة، بقية كمية صلصة البولونيز، منضيف 130 ملي من كريمة قليلة الدسم، ومنحط ورق الريحان حوالي الربع كوب، ومنرجع منحط كوب من جبنة مبشورة. منحمل الفرن على حرارة 180 درجة ومندخلها لحتى يحمر وجهها. ونصيحتي إليك، قبل ما تبرش الجبنة رش المبشرة بالزيت من قدام ومن ورا لحتى ما يلزق الجبنة عليها. هيك طبقنا صار جاهز. قدميه هو وسخن فورا على سفرتك لطعمة ولا أطيب. احضريني ببقية الفيديوهات لحتى دايما تكوني مطلعة على أجدد وأطيب الوصفات. وبتمنى لك إفطار شهي.